بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة بسيط جدا، هو عبارة عن الشوفان باللبن او بالحليب للتخسيس. بحط كوباية لبن خالي الدسم على النار، واحط عليهم 3 معالق شوفان كبار، وهسيبهم يغلوا على النار لمدة 5 دقايق. وبعد ما الشوفان بيغلي بسيبه 5 دقايق من بداية الغليان عشان يستوي. وده شكله، لو حسيت ان هو تقيل شوية ممكن ازود شوية لبن. وبعد كده هضيف له يا اما حبة ماء ورد، انا بحط ماء ورد مركز، فحط نقطتين او 3، او فانيليا او قرفة على حسب ما الواحد بيحبه. ممكن احليه بالعسل الابيض او بسكر الدايت، او ممكن يتاكل كده بقى حلو برضو، بقى جميل. انا هحليه بالعسل الابيض، هحط على الكوبايه معلقه صغيره عسل ابيض، ممكن نزينه بشويه صغيرين كده من الفول السوداني وجوز الهند والزبيب، حاجه بسيطه كده. يا اما نحط عليه موز متقطع او تفاح متقطع او اي فواكه، ونقدمه بالهنا والشفا.